طبعا الأسئلة اللي بتدور حول الطوفان، هل الطوفان أسطورة أم حقيقة؟ طبعا الكتاب المقدس بيؤكد أنه حقيقة، لأنه الحقيقة تعتمد على أن يبقى فيه أزمنة ليها. فبيقول في سنة 600 في حياة نوح، في الشهر الثاني، في اليوم 17، ده ما تلاقوش في الأسطورة. ده تحديد دقيق جدا، أنه المطر 40 يوم وبعدين انفجرت ينابيع الغمر العظيم وارتفعت المياه 150 يوم، بعدين المياه غطت أعالي الجبال. ده وصف مش أسطورة. فالتحديد الدقيق للأزمنة يعني إنها حقيقة وليست أسطورة. كنا إحنا بنتكلم على حجم ضخم جداً، مثل ما ذكرت لو حطناها بصورة اليوم، أنت ذكرت ملعب كبير لكرة القدم. بالضبط كده، حطوا النموذج بتاع الكتاب المقدس اللي هو 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع ارتفاع، ملعب ونص لكرة القدم الأمريكاني، 3 أدوار. نعم. يساع حوالي 560 عربية نقل مواشي ضخمة.